صنعنا منتج كامل ما بيهدر ولا أي قطرة ماء. الإضافات اللي حطيناها إحنا اشتغلنا على ابتكار وحدة التغذية والتصريف، هي قطاع مسؤولة عن إدارة التغذية والتصريف في الجهاز، وهي العامل الرئيسي في وقف الهدر في النظام. أضفنا قاعدة اهتزاز على غشاء التناضع العكسي المبرين، هاي القاعدة الاهتزاز بتساهم في رفع كفاءة المبرين، في منع حدوث التكلسات على غشاء المبرين، بالتالي الحفاظ على إنتاجيته وزيادة كفاءته وعمره التشغيلي إلى أطول فترة ممكنة. القطعة الثالثة اللي صنعناها اللي هي الريستريكتر أو حاصر التصريف. حاصر التصريف مهمته هو المحافظة على ضغط تشغيلي على غشاء المبرين حتى يتم تمرير المياه العذبة وطرد المياه الغنية بالأملاح المعدنية. الريستريكتر اللي صممناه هو ريستريكتر غير قابل للإغلاق وتلقائي المعايرة، بحيث إذا زاد الضغط على المبرين هذا الريستريكتر بيستوعب الضغط الزائد، وإذا قل الضغط بيزيده، بحيث أنه أحافظ على ضغط تشغيلي على غشاء التناضع العكسي منتظم وثابت طول فترة عملية التشغيل. الريستريكتر اللي هو حاصر التصريف هو عبارة عن ممر ضيق بحافظ من خلال هذا الممر الضيق الثابت القطر على الضغط التشغيلي على غشاء التناضح العكسي. اللي عملناه انه احنا هذا الممر الضيق حولناه لمكبس بيشتغل على زنبرك مع مجموعة اغلاق. حركة الزنبرك هذه بتستوعب انه لما بيزيد الضغط على غشاء التناضح العكسي هذا الزنبرك بينقبض بحيث انه هو يستوعب الضغط الزائد، واذا خف الضغط هو بيتمدد بحيث انه هو يرفع للضغط على غشاء المبرين، بحيث احافظ على معدل تشغيل وضغط ثابت على غشاء التناضع العكسي. ما تم اضافته في جهاز بثرة البيئي هي وحدة التغذية والتصريف المبتكرة والمسجلة كبراءة اختراع لشركة بثرة. هذه الوحدة تعمل كالتالي: تأخذ المياه القادمة من الخزان وفي مسربين، المسرب الأول إلى غرفة الخلط والمسرب الآخر إلى عمليات الفلترة التي تكلمنا عنها سابقا، ثم تأتي المياه الغنية بالأملاح إلى وحدة الخلط وثم وحدة التغذية والتصريف، ثم في غرفة الخلط يقوم خلط المياه الغنية بالأملاح والمعالجة مع مياه البلدية من أجل تخفيف العسرة فيها، وبالتالي يكون استخدامها آمن في عمليات التنظيف والصرف وغسل الخضار وإدارة سكون المطبخ أو المنزل. نركب عندهم هذه الحلول عن طريق طبعا فرق تقنية مدربة لتوصل الغاية والهدف والحل لهذه المنتجات اللي عم نشتغل عليها، وبهيك بنحاول نقطع شوط نحو التوفير على مستوى المجتمع بشكل عام. انه باعتبار انه الاردن اصلا يعني بتعيش في ظروف مائيه صعبه، بتهيألي وحسب الارقام نقراها في الصحف المحليه انه في شح في المياه واضح. فمن هاي يعني من هذا المنطلق لازم احنا طبعا نكون حريصين جدا على المياه في البلد هون انه ونرشد منها قدر الامكان، نعمل ترشيد لها قدر الامكان. وهذا السيستم، هذا النظام هو ان شاء الله يكون اهل انه يعمل هيك شغله، انه يكون يعني جدير بانه يقلص خلينا نحكي هدر المياه للصفر.